انا اسمي شريف سمعان عزيز. شريف بقالك قد ايه هنا في امريكا؟ انا بقالي شهر. شهر بس؟ ده انت لسه يعني مغترب جديد. مغترب جديد تمام. وهتكمل حياتك هنا في امريكا ان شاء الله. انت راجع من مصر، شفت مصر كانت مرت بمرحله صعبه جدا قبل الثوره، قبلها كمان في 30 سنه كانت من الفساد، من عدم وجود تعليم، عدم وجود صحه. مش هقول لك شفت ايه اتغير، انت هتكلمني عن مصر. مصر دي كلمة كبيرة. مصر مهما الواحد قال مش هيدي، يعني مهما كلام الدنيا كله مش هيوفي فعلا يعني حقها، بالذات بعد ما الواحد جه هنا وحس بقيمتها. في سلبيات، عشان يعني نتكلم كلام حقيقي، في سلبيات، في حاجات طبعا الناس بتعاني منها كتير، بس برضو تبقى كلمة مصر ليها برضو كلمة كبيرة وليها معاني كبيرة. أملنا والواحد بيحلم إن دايما يسمع كل يوم جديد عن مصر. طبعا عدينا مرحلة كانت صعبة قوي، مرحلة الثورات ومرحلة الاعتراضات، بس الحاجات اللي حتى لاحظتها الناس إن في يعني طبعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير، في انجازات، في مشاريع. هنا الحياه عمليه جدا 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 فوق ما تتصور. الساعه بتعدي، ما كنتش تستفاد منها مش هتنجح. بتتعلم كل يوم حاجه هنا. عايز اقول لك اني هنا، لو اقول لك ان مصر اسهل في ان انت يعني حاسس ان عيلتك جنبك، اخوك، والدتك، والدك، عيلتك، برضو دي برضو ليها طبعا عامل تاني خالص. هنا مش لاقي حد، ما بتلاقيش حد خالص. هنا حياة عملية بحتة. بس برضو ارجع واقولك اني برضو في اللي بيجي هنا ويجرب بتحس برضو بحاجة، شفت برضو فيها حاجة حلوة، فعلا فيها حاجة حلوة. فربنا يا ربي خلينا مصر ونسمع عنها كل حاجة كويسة. لو كلمتك عن الشائعات، انت عارف الفترة الاخيرة في ناس كانت بتكلم على مصر وهي بره مصر، في ناس بتسأل على السوشيال ميديا على القصور اللي بيبنيها سيادة الرئيس، في ناس بتخون، في ناس لسه بتقول ان الناس تعبانة، لسه مفيش تغيير، رأيك ايه؟ والله احنا سمعنا، انا سمعت يعني بقالنا اسبوعين في تقريبا، انا متابع يعني في وقت الراحة على السوشيال ميديا شوية، ان انا متابع موضوع اللي حصل واللي بيتكلم واللي ده يرد والكلام ده طبعا من غير طبعا تفسير. اولا بالنسبه لموضوع الكسور الرئاسيه، انا شايف اني ماشي، يعني كل طبعا السيد الرئيس ليه وجهه نظر، ان انا ببني بلد وببني بلد كبيره، ومصر دي حاجه طبعا مش برضو دوله كبيره وليها اسم. فهو شايف من ان انا يعني بكمل بنايه وبكمل مشاريعي بحاجه زي كده تكمل في مدينه زي كده، تكمل حاجه لواجهه مصر. وفي ناس تاني شايفه ان في اولويه، ان لا دي ممكن تقف شويه عشان خاطر ممكن نستثمر الفلوس في حاجه تانيه، نديها يعني نشغلها في حاجه الناس تستفاد منها، الناس تحس بيها بقيمه الفلوس دي. يعني برضو بتبقى وجهات نظر. بس حته الاشاعات اللي هي بتطلع دي ما حدش راضي عنها، حاجات تجيب ورا وتاخر ورا بعد ما صدقنا الدنيا بقت طالعه لقدام. بس انا ما اظنش يعني السيد الرئيس، يعني انا شايف ان هو يعني معلش وجهة نظري، شايف ان هو انسان فعلا زي ما هو قال ان هو شريف. مهما الناس قالت ما اظن زي برضو زي ما هو قال ما اظنش هياخده معاه ولا يتكتب باسمه. دي حاجه في البلد، هو نفترض مشي النهارده او بكره او السنه الجايه او بعد 5 سنين، ما هيجي اللي بعده واللي بعده واللي بعده، ما فيش حاجه باسمه زي ما هو قال فعلا.